تزامنا وموسم الاصطياف وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك، تم تكثيف الرقابة على المواد الغذائية سريعة التلف ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالتنسيق مع مصالح التجارة، المفتشية الولائية للبيطرة، المكتب البلدي للأمن والنظافة. قامت مصالح الأمن الحضري الثالث أمن ولاية سكيكدة بوضع نقاط تفتيش ومراقبة، تم توقيف من خلالها شاحنة بوسط مدينة سكيكدة كانت بصدد توزيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك تمثلت في أجبان، نظرا لظروف حفظها الغير صحية، أين تم بمعية مصالح التجارة حجزها وإتلافها. استكمالا للتحقيق، تم ضبط غرفة تبريد بمنطقة حمروش حمودي سكيكدة لا يحوز التاجر على اعتماد الصحي الخاص بها. أيضا تم ضبط مستودع آخر بنفس المنطقة لذات المتعامل الاقتصادي به مواد غذائية حلويات مخللات فاسدة لم يراعى في حفظها أدنى شروط النظافة والصحة. تم حجز 100 قنطار و63 كيلوغرام حيث أتلفت من طرف مصالح التجارة دائما بحضورنا. بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة عن قضية أولاً عدم احترام إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها، ثانياً عدم احترام الشروط الصحية المعلقة بالحفظ بالتبريد، ثالثاً عدم حيازة الاعتماد الصحي الخاص بغرفة التبريد.